نستهل أولى مواضيعنا لهذا اليوم مع مؤتمر صحة الثامن، حيث انطلقت اليوم تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة. انطلقت فعاليات مؤتمر صحة الدولي الثامن 2020 تحت شعار بيئة معززة لصحة الأطفال واليافعين. يسعدنا أن تنضم إلينا عبر هذا الاتصال ميرا شهيل، مدير شعبة البرامج الخاصة في إدارة التثقيف الصحي. حياك الله ميرا، مساء الخير. الله يحييك، مساء النور. ميرا، في البداية نتكلم عن هذه النسخة الحقيقة من مؤتمر صحتي اللي انطلق صباح هذا اليوم. طبعا في البداية يتم توجيه الشكر لصاحبة السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارجة. نعم. ورئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارجة. يتميز مؤتمر صحة الثامن هذا العام بأنه أول مؤتمر افتراضي تطلقه إدارة التثقيف الصحي منذ بداية دورات المؤتمرات. وكذلك في هذا المؤتمر يتم التركيز بالتحديد على توفير أو تعزيز مفهوم توفير البيئة الصحية. نعم. والمعززة للسلوك الصحي للأطفال واليافعين في المنشآت التعليمية والبيئة المحيطة من حولهم. في المنشآت التعليمية بشكل أخص، ربما كذلك أيضا البيئة المحيطة مثل ما ذكرتي. نتكلم أيضا عن أهداف هذا المؤتمر الحقيقة وأهمية هذا المؤتمر الذي يقام بالتأكيد في كل عام. طبعا نركز ويركز المؤتمر ويهدف إلى رفع مستوى الوعي على أهمية توفير البيئة الصحية المعززة للسلوك الصحي للأطفال واليافعين، وتعريف أفراد المجتمع بأفضل الممارسات للعودة الآمنة للمدارس والمنشآت التعليمية، بما أن الموضوع قرب، الأطفال ممكن يرجعون على الفصل الدراسي الثاني للمدارس، فمن الضروري توعية وتثقيف المجتمع بهذه الممارسات الصحية. وبالإضافة لمناقشة دور المدارس في المجتمع، مستعدادها واستجابتها للطوارئ والأزمات. نعم. والحد من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في ظل خبرتهم اللي استفادوها من كوفيد-19 في الفترة السابقة، ونتجنب الأمور اللي ممكن تحصل في الفترة القادمة بإذن الله. نعم ميرا، تكلمت يمكن عن أفضل الممارسات الصحية حول العالم وإمكانية طبعا تطبيقها بالتأكيد للعودة للمدارس. بالعادة ميرا، أفضل الممارسات كيف يتم متابعتها على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي كذلك؟ طبعا الأمر توعية المجتمع هو الأساس. نعم. فإن احنا وعينا المجتمع وأولياء الأمور، فبالتالي هذه الثقافة بتنتقل للأطفال واليافعين. بتأكيد. يتم متابعتها من خلال متابعتنا للأخبار والدراسات الممارسات العالمية ربما. نعم، مثل المنظمات العالمية. نعم. المعتمدة، المصادر المعتمدة عالميا، وطبعا المعايير الأساسية الاحترازية. صحيح. والمعايير الأساسية اللي تزودنا فيها دولتنا طبعا بشكل دوري ومستمر، نحن يعني ابديتد مع الخبرات والامور اللي تستوي في العالم. صحيح. فدائما نحن لازم نحرص ان ناخذ المعلومات من مصادرها الموثوقه، مثل منظمه الصحه العالميه نعتمد على هذه الدراسات اللي يقدمونها. صحيح. والاجراءات الاحترازيه الجديده اللي ممكن تطلع، او الممارسات الصحيه اللي تقي من هذه الامراض المزمنه. نعم. المعديه عفوا. نعم. قبل أن نختم فقط هذا الاتصال ميرا، حابين نتعرف على أهم النتائج، أهم التوصيات اللي خرجتوا بها من هذا المؤتمر. طبعا التوصيات والمخرجات اللي طلعنا بها من اليوم الأول للمؤتمر. نعم. بعدنا باقي لنا يومين بإذن الله. بإذن الله. من المؤتمر، هي أن ولي الأمر لازم يحرص على تقوية مناعة الطفل وتوعيته بالإجراءات الاحترازية بطريقة مبسطة، يعني يقدر الطفل أنه يستوعبها بحيث أنه يقدر يطبقها بدون ما يأثر على أو يعني على طبيعة الطفل. يعني الطفل بطبيعته يحب المشاركة والاختلاط في الناس، فممكن نحن نوصل هذه المعلومات بطريقة مبسطة توازي عمره ومستواه الفكري،
وبالتالي تقي من هذه الأمراض. ودور ولي الأمر أنه يتابع هذا الأمر ويحرص على التغذية السليمة للطفل والنشاط البدني، بحيث أنه يقوي مناعة الطفل ووقايته من الأمراض المعدية سواء كانت كوفيد-19 أو غيرها، وفي المستقبل من الأمراض المزمنة. بإذن الله كل التوفيق طبعا في اليومين، كذلك أيضا غدا وبعد غد في برنامج هذا المؤتمر. كل الشكر لك ميرا شهيل، مدير شعبة البرامج الخاصة في إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. شكرا ميرا. العفو، حياكم الله.